الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع المصطلح والكلام على الحديث الصحيح. هي كلمه بس بين يدي هذا الباب، لابد الاخوه تحرص على الطلب، ولابد الاخوه تفهم قدر ما هم فيها. الاخوه ان لم تعرف قدر ما هم فيه لا يسعون السعي الحديث لتحصيله. الامر الثاني، لا يجتهدون الاجتهاد الذي يكون لائقا بالقدر او المكان الذي هم يعني يرتقبونها وهم فيها. المساله ليست بالهينه. انت الان وكيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وانت الان لابد ان تحمل عن الامه هذا الحمل، وان تكون اهلا لهذا الارث. فلابد لكي تستعمل لابد ان تتسم ببعض السمات والصفات. فالمساله ان نرى بان الله جل وعلا يعني يمن على بعض العباد بشيء خاص. تعلمون بان اللؤلؤ الثمينه لا يحوزها كل احد، صحيح ولا لا؟ لا لا، كل انسان قد يمهر في السباحه، لكن قله ونوادر الذي يغوص، واقل منه اندر الذي يستطيع ان ياتي باللؤلؤه من الاعماق. فاللؤلؤه الثمينه ليس لاي احد ان يحوزها. فان وضعك الله تعالى في مصاف من يعني يستقبلها، فلابد ان تكون على المستوى، لابد. ويشتد الامر جدا عندما نرى الهمه من طلبه العلم ومعرفه الفضل. هذه من الاهميه بمكان، هذه من الاهميه بمكان. ولذلك لما قيل للشعبي عالم كيف وصلت لما وصلت به، قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وهذا كان يعني دأب الصالحين في الرعيل الاول. نحن ضيعنا كثيرا. المتكلم لا يتعرى عن التضييع والتفريط والتسيب والتجاوز والتعدي، واستغفر الله. يعني نعاود حتى يرضى عنا ربنا الذي فعله. ولابد ان نعض بالنواجذ على الخير الذي نحن فيه. الامر الثاني كما قلت، اذا لم تعرف قدر المجالس فلست من اهلها، وان لم تعرف قدر المجالس لن تستفيد منها. انا ما اقول ستحرص وتلازم، وان كان في قلبك استخفاف بالمجالس وعدم معرفه قدر المجالس لن تستفيد. لا، هذا جزاء انفاقا واجر انتفاقا. وإذا علم الله من قلبك ذلك وأنك تستخف بمثل عدم هذا المجلس الذي تحفه الملائكة، لن تستفيد منه، ستخرج منه دون إفادة، لن تثقل، لن تزداد، لن ترتقي، وإن حصلت لن تستعمل. هذا أيضا الاستعمال هذا أصلا رزق آخر، مفهوم؟ وهذا الرزق أصلا على قدر ما في قلبك، سترزق على قدر ما في قلبك. فحي هلا واهلا وسهلا بمشمر عن سعد الجد، يعلم ما هو فيه، ما هو فيه، ويقدر ما هو فيه، حتى يسعى لتحصيله ويتقنه، ثم بعد ذلك يكتب الله له التوفيق في نصرة هذا الدين. ان الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لنصرة ديني. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن العبد الضابط إلى منتهى، نعم، ولا يكون شاذا ولا معللا. جزاكم الله عنا خير الجزاء. ما زلنا مع شروط الصحيح، الحديث الصحيح، وقلنا هذه الشروط هي شروط خمسة. أولها اتصال السند، وهذا فصلنا القول فيه. والثاني العدالة. الثالث الضبط. الرابع عدم الشذوذ. الرابع الخامس عدم العلة، صحيح؟ وقفنا عند العدالة، وتكلمنا بأن العدالة الملكة التي هي سرية في الإنسان، ملكة يكتسبها الإنسان ويلازم بها التقوى بملازمة فعل الواجبات ترك المحرمات، هذا على الإجمال، صحيح؟ وتكلمنا أن لها شروط خمسة. الشرط الأول الإسلام، البلوغ، العقل، الخلو من الفسق، الخلو من خوارم المروءة. وقلنا خوارم المروءة الحق فيها أنها زينة، حق فيها أنها زينة. من خوارم المروءة أيضا محقرات المعاصي التي يمكن يقع فيها الإنسان، لكن هذه لا تسقط بها الرواية بحال من الأحوال. المسألة بأسرها على هذه الضوابط وهذه الأسس وهذه الأصول التي وضعها العلماء من أجل العدالة، لما وضعوها؟
من اجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعوها؟ اتقاء وقوع الكذب عمدا. كل هذا الذي نسعى خلفه ونجرحه ونفصله ونتكلم به نهايته أن العالم يقول غلب على ظني أن زيد لا يجرؤ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نهايته في يعني المسألة بأسرها الحرص الشديد على 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 أن يكون قد غلب على الظن بأن الراوي هذا لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخطر كل خطر في الكذب. السلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال كذب علي ليس ككذب على أي أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من روى حديثا يرى أنه من الكذب علي فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فأحد الكاذبين. فأنظر هذه المسألة هي الاحتراز الشديد في هذا الباب للعلماء من أجل الرواية. فالعدالة فيها شروط خمسة توفرت بيناها الأسبوع الماضي، وقلنا الآن نتكلم عن المتقدمين وكيف يقيسون العلماء، كيف يقيسون علماء أهل العلم. الكلام هنا على نقل عن كلام العلماء الأفاضل من المتقدمين لتعلم كيف قياسهم في مسألة العدل الذي تقبل روايته والذي ترد روايته. قال يحيى ويحيى بن معين آلة العدالة الصدق، آلة العدالة الصدق والشهرة بالطلب وترك البدع واجتناب الكبائر. لخص يحيى بن معين عدالة المرء، عدالة الراوي في خمس. قال العدالة الصدق، وهذه أوله، وكما قلنا الصدق في قوله الصدق دلالة واضحة جدا على أن الأهم في هذا الباب هو الصدق، وأن يأمن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدق فيها، والصدق هنا يعرف بالمعاملة، يعني كلمة مالك يقول الذي يكذب في حديث الناس لا يقبل حديثه، لأنه لا يؤمن أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يقولون بأن الكذب كبيرة من الكبائر، فهو ترد روايته من ناحيتين، ناحية عدم غلبة الظن على الصدق، وأيضا فعل كبير وهو الكذب، هو الاستمرار على الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك الحق بأن الكذب يؤدي إلى فسق المرء ويجعله يلقى في نار جهنم. قال الصدق والشهرة بالطلب، ومعنى الشهرة بالطلب هو المداومة على ذلك، لأنه لن يشتهر امرؤ بطلب العلم إلا أن يتفشى في المجالس. هذا الرجل ما ينعقد مجلس إلا كان فيه، وما يسير وما نتكلم عن علم إلا نراه، وما نبحث عن مسائل إلا وهو فيه. هذا هو الكذب الصدق، الكذب ضد الصدق مسقط، وأيضا الخمول يجعلنا لا نثق فيه الراوي. لما؟ لأن الخمول فيه تقاعس، والتقاعس فيه تكاسل، والتكاسل لا تكون عنده الهمة في يعني حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف منه أنه لا يقدر ما هو فيه، فلا يأخذ حديثه، فلا تقبل روايته. لذلك أنت ترى لو كان حتى ليل نهار صباح مساء ذاكرا عابدا تقيا صائما، ما هذا لا تأخذ روايته. وهذا قول من؟ قول علم الأعلام في المدينة، إمام مالك. ما قال لا تأخذ العلم من أربعة كما سأت، منهم رجل شغلته عبادته عن الرواية، رجل شغلته عبادته عن الرواية، ما تقبل روايته. فإذاكم يقولون الشهرة بالطلب، والشهرة بالطلب هذه لا تأتي كما قلنا ولا تتأتى إلا أنه في كل المجالس تراه مبادرا، تراه حريصا، تراه كاتبا، تراه سامعا، تراه مذاكرا، تراه مراجعا. الشهرة بالطلب يعني ما عنده ديدنه هو في الطلب، إما أن يسهر ليله يحفظ حديثه، وإما أن يذاكر نهارا، وإما أن يكون قد انعقدت المجالس فيبقى أولا جالسا في هذه المجالس. الشهرة بالطلب يعني تكون مادة من المواد التي ينظر فيها العلماء في عدالة الراوي. الشهرة بالطلب. الثالث ترك البدع، وترك البدع هذا على العموم. ليش؟ لأنه هناك علماء يقولون بأن البدع مفسقة. يوسف كلمه أن البدعة مفسقة، وهذه البدعة المفسقة لا تسقط الرواية عند المحققين،
وإن كان المحقق وإن كان العلماء اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة. مالك يقول المبتدع لا تؤخذ منه الرواية ولو كان أصدق الناس أو كان أعبد الناس. هاك يوسف هذا صغير. أين أنت؟ أين أنت؟ ماذا تفعل؟ لما تأخرت؟ صايب أنت تأتي به هو الآن ارتجف فأعطاك الهاتف لترد لأنه كم هو الآن كم يعطي الهاتف لن يفوت وتعال أنت يا صايب كيف أنت ارتجفت فألقيت الهاتف على وجهي ها؟ يكلم فيك حاتم تعال أنت فاهم في القضية في مجلس العلم تعال تشرق شمسك علينا الآن ونعرف نتصرف معك بعد كده يلا نعم احنا الآن سننتظرك في المجلس المجلس ده مجلس علم ما فيش كلام بعده أكثر من صلى الله عليه وسلم وانت بتأتي هذه تفتح لك أبواب الأبواب المغلقة السلام عليكم أبو بكر ماذا نفعل مع العرب الذين يفرون من العلم؟ نصبر عليه. وهذه إجابة لك أم لهم؟ يعني أنت بتمهد عشان تتغيب أنت فنصبر عليك ولا حقا محض الأمر عشان نصبر عليهم؟ أنا وهم. أنت وهم. طبعا هذه أشوف. جيد عامة في العدالة قالوا لا بد من الصدق الشهرة بالطلب ترك البدعة وترك البدعة كما نقول البدعة مفسقة باتفاق طبعا البدعة المكفرة انتهى الأمر خرج من البدعة فالبدعة مفسقة باتفاق لكن هذا الفسق اللي هو فسق التأويل هل يأتي على الرواية بالطرح أم لا خلاف وأهل العلم الذين هم أهل الشأن كالإمام البخاري كمسلم كأصحاب السنن يرون أهل البدع فلم يسقط الرواية وإن كان الإمام مالك يرى الرد مطلقا والإمام أحمد رحمه معين ومن كان على هؤلاء يقول إن كان داعيا للبدع يرد لكن يحيى بن سعيد القطان ضرب الناس جميعا في مقتل ويحيى بن سعيد القطان لابد أن تفهموا أنه من أشد الناس إيش تشددا في الجرح والتعديل صحيح ولا لا ويعني المفروض إذا انتظرنا إسقاطا لأحد في الرواية كان أول الناس الذين يسقطون الرواة هم هو من؟ سعيد يحيى بن سعيد صحيح مع ذلك يحيى بن سعيد القطان ماذا قال؟ قال من لنا بمثل حديث قتادة تكلموا الآن عن البدعة من لنا بمثل حديث قتادة؟ قتادة من نوادر حفاظ الدنيا لذلك كان ابن سيرين لما قال أنه رأى رؤيا رجل رأى رؤيا فقال له هو رأى الرؤيا بأن ديكا ابتلع لؤلؤة فأتى بها على كمالها على 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 مثيلتها بمثلها خرجت كما دخلت والثانية كانت أنقص والثالثة كانت ألمع أفضل فنظر فقال أما الأنقص فأنا تأويل بي أنا لأنه همس إن حافظ لكن كان إذا شك في حرف جنبه لأنه لا يرى الرب معنا حتى قال وأما أن خرجت بمثلها قتادة ما أرى أحفظ منه أو قال ما رأيته حافظا مثل قتادة من نوادر حفاظ الدنيا وأما الألمع كانت ليه الحسن كان كلامه عليه هالة النبوة كان فصيحا بليغا لكن قتادة كان يحفظ الحرف لا يكتب سوداء في بيضاء فيحيى بن سعيد أقام عليه الحجة في هذا الباب قال من لنا بمثل قتادة وقتادة رمى بالقدر لذلك الذهبي وهو ترجم لقتادة قال ورمي بالقدر وتغمر في بحر حسناته فالحق البدع مفسقة على العموم لكن طبعا إذا كانت البدعة في النبلاء في الرفعاء في الذين عاشوا ظهرا لدين الله لفعلاء فيكون هذا بالتأويل لا يقال أنه فاسق نقول العموم البدعة تفسق فسق تأويل لكن هو كنفسي كذاتي صالح عابد تقي نقي ثقة مفهوم هذا الكلام حتى لا نهدر فضل هؤلاء الأماجد الأفاضل الذين هم من أهل السنة والجماعة من ذا الذي له الحسن فقط من ذا الذي لم يزل قط نعم قال واجتناب الكبائر
وفي اجتناب الكبائر هنا كما قلنا هذا أيضا دلالة واضحة جدا على الفضل. يعني ده شوف عبد الفتاح بيسمع بيقول عليك بصهايب يا دكتور. شوف عبد الفتاح حتى لا يسكت. غفر الله لك يا عبد الفتاح. هنا يقول اجتناب الكبائر، واجتناب الكبائر هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة دائرة في التفسيق على فعل الكبائر، على فعل الكبائر. طبعا العلماء اشترطوا شرطين في مسألة الكبائر. الشرط الأول هو عدم التوبة منها، وإلا فكل إنسان قد يقع فيها، عدم التوبة منها. الشرط الثاني، وطبعا عدم التوبة منها لا يقصد بها أنه الامتناع عنها. ما من أحد يقول أن شرط التوبة أنه لا يعود. لا، الشرط أن يعزم على عدم العود. صحة التوبة على أنه يعزم على عدم العود، لا يعود، وإلا قد يعود بعدها بساعة. قال ربي أذنبت الذنب، قال علم أن له رب أن يأخذ الذنب ويغفر، اشهد أنك غفرت له، عاد فقال ربي أذنبت الذنب، مفهوم؟ فالشرط الأول. الشرط الثاني ألا يجاهر بها. الشرط الثاني ألا يجاهر بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. نعم. وقال ابن المبارك العدل من جمع خمسة، العدل من جمع خمسة، يشهد الجماعات، وشهادة الجماعة شهادة له بالإيمان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم رجل اعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. ولأن عكس ذلك النفاق. قال ابن مسعود وكنا نعلم أنه لا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. قال يشهد الجماعات، وطبعا الجمعة. الثاني ألا يشرب هذا الشراب، ويقصد بالشراب النبيذ، لأنه تأوله بعضهم أهل الكوفة، كانوا يرون الخمر في العنب فقط. الثالث ألا يكون في دينه خربة، أن لا يكون فيه من النفاق، من الفسق الذي يجاهر به. نعم. الرابع ألا يكذب، يعني في حديث الناس، ولأن الكذب مسقط للعدالة. إن يعني اعتاد المرء الكذب هذا مسقط للعدالة، ولأن الكذب كما عدها علماؤنا من الكبائر. ولا يصح الكذب بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، إلا في أحوال ثلاث. من أتى برابع فعليه أن يجلي لنا كيف أتى بها. إما أن يكون ها في الثلاثة، إما أن يكون الكذب على زوجي، على امرأتي، أن يكذب عليها. والعجب كل العجب بأن النساء، والله الذي لا، أنا أيقنت الآن من نقاش حدث يعني في مسألة علمية لابد أن أتكلم فيها. يعني أنا أستغرب لو تكلمنا عن مسألة التعدد هذه، ترى النيران تفتح دون إغلاق، وهذا عته في النساء. وهذه فأنا أنا 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 يعني لست ممن يقول أن في سوء أدب في التربية أيضا في هذا الباب، لكن أنا أتكلم عن مسألة علمية، مسألة دينية الآن، مسألة دينية. هارون الرشيد ضرب في عمق، في يعني بتزوير التاريخ بأنه أصلا إيش؟ مزواج صحيح. ضرب، هذا هو الكلام على من؟ على هارون الرشيد. ضربه صب في من هم اعلام للامه الاسلاميه. وانت لما تدافع عن اعراض هؤلاء، هذه ماده علميه مهمه جدا في هذا الباب. يعني انت هارون الرشيد لما يفعلون به هكذا ويتكلمون عنه هكذا؟ الله اكبر. ولانه هو الوحيد الذي اكرمه، اتفتح لك ذهب، اكرمه الله جل في علاه بالفتوحات وتأديب أهل الكفر. فلما أدب أهل الكفر لم يستطيعوا الاحتمال، فقدحوا فيه هكذا بما 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 يمدح فيه، فجعلوها فيه صبة. وهو الذي كان يقول أمطري حيث شئت سيأتيني خرجت، صحيح ولا لا؟ دع على مر التاريخ، الحسن سيد شباب أهل الجنة، هل كانت صبة أنه كان مزواجا؟ أبوه. تعرفون من الحسن؟ نعم، الحسن ابن علي.
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الكلام من نفسه ولا من وحي؟ وحي. قال سيد شباب أهل الجنة. في المؤخرة أو في المتأخرين أرادوا السب بنفس الطريق على من؟ سليمان القانوني. نفس الأمر. نعم في الخلافة العثمانية نفس الأمر بهذا الكلام. ولذلك هم اصطنعوا مسلسلا كذبا نزورا يدعى اسمه من؟ خلاص خالد الصومالي ذهب إلى تركيا. حليم السلطان صحيح ولا لا؟ في هذا. فأنت لما تتكلم عن مسألة وهذه المسألة أقوى السلاطين هو الصوت العثمانية الآن شو؟ أقوى السلاطين هو تعرفهم ليش فعلوا معه ذلك؟ لأنه في المقتلة العظمى التي تحدث بينهم وبينهم من خانوه قال ما في أسر ما في أسر في هذا الباب. لذلك كانت المسألة أشق ما تكون عليهم بهذا الباب. فلا بد أن تعلم يقينا بأن هذه المسائل مسائل دين والكلام فيها كلام على الديانة فقط. الكلام فيها كلام على الديانة. فلا بد أن نفهم بأن مسألة الديانة هي المهمة في هذا الباب. إحنا لا نتكلم تندرا أو نتكلم حتى نتباحث بأن هذه المرأة ترضى أو هذه المرأة تغضب أو لا إحنا نتكلم على أن مسألة الديانة نتعلم فيها. ويؤذيني جدا يؤذيني جدا من لم يدرك قدر هذه المسألة ثم بعد ذلك يظهر سفالة ما هو فيه من خلق أو دناءة ما هو فيه من مكانة. يعني الإنسان لا بد أن يعرف الإنسان بخلقه. وطالب العلم إن لم يكن خلوقا لا يمكن أن يستفيد بعلمه بحال من الأحوال. والأزمة هنا ليست أزمة جهالة فقط، لأزمة أخلاقيات يعني نازلة، وهي إن كانت ستكون من البيت أصالة. يعني إن كانت ستكون من البيت أصالة، تكون المسألة من البيت أصالة، لم يرب، ما عندوش أصول خلقية، سواء الطالب أو الطالبة. أنت لما ترى الأعمش هذا الطالب العلم الذي أخذه إلى الجبانة إلى المقبرة وكان يرى أخذ منه الأحاديث. طيب، لأنه تعلمون ما كان الأعمش مع الطلاب العلم، يربي كلب فكل ما طلب العلم تأثيون يخرجوا عليه. وقام ده لما مات بكى، قال مات الذي كان يأمر فعلا منكم، بكى. وبعدين لما يأتي طالب يقول له ماذا تريد، يقول حديث، تقول تريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب في وجه الباب. فالطلب ما وسليمان بن مهران كان فحلا، فالطالب ما يستطيع أخذ منه الحديث، فأخذه على الجبان المقبرة. قال شوف، تعرف أين أنت الآن شيخي؟ تعرف أنت أين أنا؟ قال أنت في المقبرة. خلاص، لا أحد يسمع لك ولا يراك، إما أن تحدثنا إما أن تبقى هنا. طبعا ما قالوا أن هذا سوء أدب، لكن انظر للطالب، هي ليست سوء، الرجل يريد العلم والثاني يحبس عنه العلم. بعد ما أخذ عليه الأحاديث، والأعمش كان ذكيا فمشى معه، قال أنا سأخرجك من الجبان، ويريد يتأكد. فأخذ يستمع على الخطى وإن كثرت الخطى أم لا، فعلم أنه في الشارع أنه فيه أناس، فأخذ من تلاميذه قال أتني بالأحاديث. هو قبلها لما يسمع قال له أين نحن؟ قال أنت في الشارع الآن، اطمئن. قال كل ما حدثتك كذب. قال لست أنت الذي تقول بذلك. لماذا؟ لأنه مش ممكن الأعمش يبيع، نعم، لأنه يقال فيه أنه كذب يسقط عند جميع الرواة، ما يفعل ذلك. فالحيلة ما خالت عليه، فأخذه من تلاميذه قال والله لا أدعك حتى تأتي. قال الكتاب ذهب إلى أصحابه، انتهى. اقتلني ما تقتلني، كتبت الحديث وانتهى. شوف لما فعل ذلك هل أساء الأدب بعد ذلك مع شيخه؟ إذا لما نتكلم في مسألة وتكون المسألة فيها خلافية ومسألة للديانة وترى أن هناك من يسيء الأدب، هذا مش متربي في بيته أصالة. ده أصالة دعك من هو الآن سيفهم حيفهم علم أو مش هيفهم علم، لا، ده مش متربي في بيته أصالة، ما ترباش في البيت أصالة. فهو الآن أتى بالمسبة على والديه أولا، لأن من لم يعرف الفضل لأهل الفضل فهو ليس من أهل الفضل. يعني أنت لما ترى أن الإمام مسلم يحارب الدنيا بأسرها مسألة اللقية والمعاصرة، ولما يأتي يتكلم على البخاري يقول لا يبغضك إلا حاسد، ويعرف وهو حارب البخاري نفسه من أجل هذه المسألة، لكن يعرف من البخاري.
المسألة ليست بالهينة. إذا تكلمنا عن مسألة علمية خذوها على أنها دين، على أنها علم، وهذه تجعل لطالب العلم أصالة أصالة ثراء في العلم مع حسن الأخلاقيات. فهنا هنا هنا يتأتى مسألة التعديل وغير التعديل. لذلك يعني نقول بأن الكذب الكذب كذب رجع على زوجه، لو كانت المرأة مثلا من هؤلاء الرعاع، من النسوة التي فيهن خفة في العقل وخفة في الدين وأيضا سوء أدب وسوء تربية، فهذه المرأة يعني للنهار ستسود عليه عيشته، وهو يكون رجل قد اتخذ الشريعة الحق الذي عمل بها، ماذا يفعل؟ هذا دينه أن يكذب عليه ليستقيم البيت، أو يسترجل بها ويعني يعرف كيف يربيها، فإن لم يكن فيربيها حقا خلاص، فيكون بها هي القوة الشخصية التي يعني تحكم في الإنسان، فإن لم يكن يجوز الكذب عليه. ويجوز الكذب في الحالة الثانية هو الصلح بينه، لأن فساد ذات البين هي حلقة، فيكون والثالثة يجوز الكذب حالة الحرب. ما عرفنا الكذب لمصلحة الدعوة أو الكذب لوضع الأحاديث أو الكذب من أجل ترغيب الناس في العبادة، هذا ما رأيناه إلا في الكرامية. لذلك قال العلماء من عرف عليه الكذب فليس بعدل. ووالله هناك من منع إفطار، يعني الناس بتصوم يعني بتصوم إفطارات رمضان، فرجل كان يساعد المعتكفين على الإفطارات، فذهب فقال لا تعطيهم إفطار، لا تبعث لهم بالإفطارات. إن الناس اللي في المسجد ناس فقراء أو ناس طلبة علم أو المهم صائم وأنت تساعده على الإفطار، قال لا تعطيه. ليه؟ لأنه مخالفه في الفكر، ليس مخالف الفكر، هو نفس الفكر لكن هو يخالفه فيما يتبنى في مسألة معينة، فمنع الإفطارات عن الناس. فلما وجه ديانة قيل له أنت قلت هذا كيف تفعل؟ أنت الله تعالى فتح لك بابا أن تحسن به ولك مثل أجر هؤلاء جميعا، وأنت فتحت بابا من الخير من السخاط، الله تعالى كان فتح لك به بابا في السماء، بل أبواب في السماء تغلقه لو أغلق الله عليك أبوابه من يفتح لك. فرجل وقف يعني كأنه سيبكي لما ضاع منه من الخير، فقال أمرني فلان، جاء أبو فلان يا أخي أنت قلت كذا، أقسم بالله أنه ما قال. وجاءت القرائن كلها تنادي بإجماع دون انخرام اتفاق أنه هو الخير. أنا لا أدري من أفتى له بالكذب في هذا، ولا أدري أن الكذب هذا الذي يفعله دينا كيف يكون عدلا به. فالكذب هنا في غير الثلاث مسقط للعدالة، الكذب هنا في غير الثلاث مسقط للعدالة، نعم. ولذلك قال الكذب والأخير ألا يكون في عقل شيء. قال الإمام مالك لا يؤخذ العلم من أربعة، لا يؤخذ من سفيه معلن السفة وإن كان أروى الناس، أروى الناس. السفيه بالنسبة للمتأخرين هنا اللي هو بيعلن بالسفة هو مسألة انخرام المروءة عنده، المروءة كالبرزاون وكالمشي، هو كان شيخنا الشيخ محفوظ الرحمن رحمه الله تعالى، هذا رجل فذ من الهند اللي هو حقق كتاب الدرقطني، العلل الدرقطني أول عشرة أجزاء كان هو نزلها إلى أنس بن مالك، حقق العلل إلى أنس بن مالك. كان يقول لنا، وطبعاً أصلاً لو أخذنا بقوله ما في أحد فينا يدرس ولا أحد يقرأ، قال من أسرع في المشي حتى مالت منه شماغه البطرة، مالت هكذا أمام الناس، هذا منخرم المروءة، انتهى الموضوع كده. هذا المعنى لو أخذنا بكلام شيخنا الشيخ محفوظ الرحمن، إذا ما في طلبة علم فيهم عدل بحال من الأحوال، أغلبهم عراة الرأس وأمام كله الآن، ما في صحيح ولا لا؟ أغلبهم ما نتكلمش الآن على الشماغ، لا، ده المسألة ما فيش غطاء رأس، ده هو بيقول لو مالت هكذا أمام الناس ومال ميلا بهذه ملفتا هذا منخرم المروءة. تتغير العرف، لكن شوف أنت فيها ضوابط، لكن فيها ضوابط معينة، يعني العقلاء يتفقون على أن الذي يتمايل ويضحك ويضرب الناس ويضحك مثلا هذه العقلاء يقولون أنها لا تصح، فاهمني؟ في أشياء متفقة وفي أشياء متغيرة، يعني الأكل في الشوارع بالنسبة للمتقدمين كان يقتل من يفعل ذلك،
صحيح ولا لا؟ ولذلك ابن نقطة كان على باب يأكل تمرة، مروا عليه قالوا يا ابن نقطة ماذا تفعل؟ قال أكل تمرا. قال والمروءة؟ قالوا لا تسألوا، المروءة ماتت مع الذين ماتوا. ده في عصور الرواية، في عصور الرواية بيقول المروءة ماتت مع الذين ماتوا. فعندنا ماذا سنقول في مسألة المروءة؟ مسألة منتهية. فهو الحاصل في هذا الباب كان من كلام مالك بيشدد في مسألة المروءة. قال لو كان أروى الناس لكنه معلم بالسفة لا تؤخذ الوقت. قال ولا من صاحب هوى يدعو الناس على هواه. وصاحب الهوى هو عنده المبتدع، مالك صاحب الهوى عنده هو المبتدع. والحق أن الإمام مالك هو أقوى الناس قولا في رد رواة المبتدع. لما؟ هذه لأصوله. ما هي أصوله؟ مالكي بسرعة، أهم أصول مالك سد الذرائع. سد الذرائع، ها؟ طبعا طبعا لا وسد الزرع، نقصد سد الزرع وسد الزريعة وخلاص يغفل الباب على كل أحد. نعم. وقال ولا من كذاب يكذب في حديث الناس، ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كان لا يكذب على في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث ده الرابع مش الثالث. لا الثالث السفيه وصاحب الهوى المبتدع. نعم الآن في الثالث. نعم يكذب في حديث الناس. نعم. قال وإن كنت لا أتهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام قد تجرأ بالكذب في حديث الناس فهو الإيش؟ فلا يمكن أن يكون عدلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان، نعم، في كتابه المجروحين، قال المعلن بالفسق لا يقبل حديثه. المعلن بالفسق لا يقبل حديثه، والمعلن بالسفة. شوف ابن حبان هنا دقة الكلام في المتقدمين، قال المعلن بالفسق فأداروا المسألة على إيش؟ على المجاهرة. على المجاهرة. نعم أشوف ممتاز. فأشوف هو ضبط المتقدمين، لأنه قالوا الآن الإعلان بالفسق هنا معناه الاستخفاف في القلب. الإعلان معناها الاستخفاف في القلب. ولذلك لما القعنبي قال لشعبة حدثني، قال لا أحدثك، وكان مخمورا، قال حدثني وإلا قتلتك. فقال نعم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف من يده فتاب وآبى وصار أصح الناس رواية للموطأ. كان من أوثق الناس في الموطأ الله مسلم بن قعنب القعنبي. نعم. قال الحافظ ابن حبان فقط. نعم فسق والسفة. نعم ابن حبان ابن حبان قال إعلان الفسق والسفة. نعم. الحافظ ابن حجر قال ما كل أحد فيه بدعة أو هفوة أو ذنوب يقدح في حديثه أو يوهن حديثه. وده كلام هو مستقى من كلام الشافعي. قال ما كل أحد فيه بدعة أو هفوة أو ذنوب يقدح في حديثه. الله أكبر. لما؟ لأن الأصل عندهم التمحيد غير وارد. التمحيد غير وارد، يعني تمحيد الطاعة غير وارد، تمحيد المعصية أيضا غير وارد. ماشي. فالمسألة على الغالب. ذلك قال ما كل واحد ظهرت فيه بدعة أو هفوة أو بعض ذنوب. هو يقول ذنوب ما قال ذنب، يعني ذنوب، قال يوهن في حديثه. وليس شرط الثقة أن يكون معصوما، وليس شرط الثقة أن يكون معصوما. وهنا ذيل الكلام بكلام يرصع في الذهب كما يقولون، كلام ابن مسيب أعلم التابعين على الإطلاق. قال سعيد المسيب ليس من شريف ولا من عالم نبيل. شو انظر الكلام هو صدر بقى. أنا يعجبني فقط هؤلاء في أمر، في دقة البداء. تعرف كيف يبدأ البداية تثبت ثقة للعلم. قال ليس من شريف، فوسمه بإيه؟ ليس من شريف ولا عالم نبيل، وسمه بذلك مع أن في أساس كله زلات. قال ما من شريف ولا عالم نبيل ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب. أنا أريد بس الإخوة الأفاضل يتكلموا معي في هذه المسألة كيف فهموها من ابن مسيب. قال ليس من شريف ولا عالم النبيل ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب ولا بد، ولكن من الناس من لا نذكر عيوبه
لمكان فضله، فضله أكثر يعني، فيجبه، فيهب فضله نقصه لفضله، فيهب نقصه لفضله، كأنه قال هذا العالم الشريف وفيه عيب، فالعيب يغطى بالفضائل التي هو فيها. الآن ماذا فهمتم من كلام ابن المسيب تحليلا؟ لأنه يقف معه لو أعوام ما انتهينا. قال ليس من شريف ولا عالم النبيل ولا دي سلطان إلا وفيه عيب، ولا بد. قال ولكن من الناس من لا نذكر عيوبه. ليش؟ لكثير فضل، نهي بالنقص للفضل. ماذا فهمتم من كلام ابن المسيب؟ لا أنا أريد بقى، أنا أريد الإتقان في النظر. نعم. فقط أول شيء الإمام ابن المسيب لا ينظر النظر الجفوة غلو في مسألة التجريع والتعديل، هذا من كلامه، لأن صدر بيبغى ليس من شريف ولا من عالم النبي إلا وله. أولا خذ من علم ابن المسيب وهو أعلم التابعين، وابن المسيب من أورع التابعين بل هو أورع التابعين. طيب ابن المسيب يقول ما من شريف وسمه بالشرف، ومن عالم النبيل وسمه بالعلم والنبل مع وجود العيب، لتعلم أنه نظرت الإنصاف في هذا الباب، فأن العيب لا يسقط، ليس كل عيب يسقط صاحبه بحال من الأحوال، لأنه ما من عالم إلا وله عيب. والذين يتلمسون العيوب هؤلاء الذين النقص فيهم ظاهر، فهو لذلك قال ولابد، يعني لابد العيب هذا لابد يكون موجود. فأنت ترى الناس يبدعون الناس على إيش؟ على هفوات، يبدعون الناس على زلات سقطت حتى بعد المراجعة. راجعنا الرجل أنت تقول بكاد تتبناه، والله ما تبناه، هم يقولون لا، لما يجلس مع الجنون بيتكلم بها. طب أنت جلست مع أنت كنت جني قبل أن تكون آدمي، فجلس وسمعته بهذا ما في. طب من أين علمت أنت تستخدم جن؟ خلاص إحنا نقول بأنك إنك مشرك في هذا، لأنك بتستخدم الجن يتلصص لك فتعرف مثلا. كيف عرفت؟ ما يعرف. هو في المجالس بيفعل ده، هو نيته هكذا، يرى في المنام هكذا، هو لابد يبدعه بالمنام. هذه ترى بأنه حتى ولو كان لابد أن تنظر للغالب، وهذه مسألة من الأهمية المكان، وليست مسألة الموازنات، الموازنات تقبل وترد، لا، المسألة هنا على ميزان العد في المتقدمين، لأن العلم عند المتقدمين. قال ولابد، فلابد أن تهب النقص ليش؟ للفضل. نعم. في هذا الكلام ولز... ها نعم هو جمع الاثنين. نعم. العلماء والامراء قال ولا دين سلطان. نعم. لذلك من اعتقاد السلف بتوقير ولي الامر ولو كان من افسق الناس حتى لو اعلن بفسقه انت لابد الا تنكر علنا حتى لا تفسى عليه الناس، لان لما لانك لست برب الذي سيحاسبه على ذلك هو الله لا يفعل، لكن نصبه الله ولا حقوق ادي حقوقه والأمر وأما حقوقك أنت ستأتيك في الدنيا أو في الآخرة. وقال الشافعي إذا كان الأغلب على الراوي الطاعة فهو المعدل، وهذا من أجمل ما يقال ومن أجمع ما يقال، إذا كان الأغلب على الراوي الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. وهذه تعرف، أنت لو شهدته في الخمس صلوات فهذا معدل، إذا غالب أوقاته طاعة فهذا معدل، فكفيك إن وجدته في الصلوات، ثم وجدته في القيام، ثم وجدته في الصيام، ثم وجدته في الصلاة، ثم وجدته في العلم، ثم وجدته في المذاكرة، فانتهى الموضوع، انتهى أمره، إذا أنت ممكن تشهد له بالجنة. طبعا هذا ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن أقصد أنت يمكن إن وجدت رجلا بهذه الطريقة تقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة، نرجو له أن يكون من أهل الجنة. لذلك الشافعي مرر الأمر على الغالب. وقال أبو حاتم في هذا الباب قلت لأبي عبد الله أحمد حنبل أرأيت النبيذ، شراب النبيذ يستروحون به وما يعرض بأهل الكوفة؟ قال هذه زلات لا تسقط بها العدالة. قال هذه لهم زلات. وهذا كلام من؟ ده كلام وكيع كان يقول كنت أستروح بالنبيذ، ووكيع يرفع أحمد على الثوري ويقول هذه زلات لا تسقط بها عدالته، هذه زلات لا تسقط بها عدالته. إذن لابد أن تعلم بأن العدالة في عرف ونظر المتقدمين على الغالب من حال المرء.
ولذلك يقولون وليس شرط الثقة أن يكون معصوما، لا، ونهيك على أن يكون الرجل عنده اللمم فقط، عنده اللمم ويسقطونه باللمم. هذه مسألة طبعا، هذه المسألة مسألة عويصة، مسألة مهمة جدا، لأنها حياض الدين هنا. ف ها طبعا طبعا الحمد لله الذي استخدمهم الله، لا لا، ولذلك الله مكن لهم ورفعهم على الأمم بأسرهم، وكل الناس كانوا لهم ايش ذيلا، ونحن الان ذيل الناس. وكان الدين في عصرنا كان ضاع الدين، وكان ضاع الدين كليتا، فنحمد الله على ذلك. مثلا هذه اقوال المتقدمين في ابواب العداله، وفيها كما قلنا. ولذلك لما نرى ان 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 بعض الطلبه اذا وقع على زلل او وقع على خطا من عالم، اقام الدنيا ولم يقعدها بامور، السبب الاول انه جاهل، السبب الثاني انه سيء الادب لم يربى، السبب الثالث انه ليس عنده ديانه، لانه لو اراد الدين لاراد ما يريد الله لفعلاه، لو اراد الدين لاراد ما يريد الله لفعلاه، والله يريد تمكين الدين وتمكين الدين بالعلماء. فما احد يجلس يصرصر يا ليل نهار من الفجر الى العشاء، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا ما هو صرصره النساء دي، وهو يقول انه بينصر دين بهذه الطريقه. لو زعم ألف مرة نصرة الدين كذب الله بفعله قوله، هذه ليست نصرة الدين بحال من الأحوال. كيف تكون نصرة للدين هذه وهو يريد يسقط أصحاب الشريعة؟ لما تجد أنت راجل، يعني رجل من مشايخ الذين أعتز بهم جدا من أهل الحديث، الله تعالى جنبه الفتن من أجل تمسكه بالحديث وصناعة الحديث، وعاش ظهره لينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل العوام يحبون المصطلح ويتكلمون به ويقولون تعرف البخاري هذا جبل الحفظ، حفظه منه، ثم بعد ذلك يبحثون وينقبون من أجل إسقاط رجل شامخ جبل، لا يعني لن يؤثر فيه ضرب الضربات للصغار. إذن هذه لابد أن نفهم، هذا لابد أن نفهم مثل هذا الباب، إقامة الدين أو إسقاط الدين. فمن أراد نصرة الدين فعليه أن يفعل مثل ما فعل الأولين المتقدمين، وإلا فليس الخلاف يسقط العلماء، ولو كان الخلاف يسقط العلماء كان لابد أول الساقطين هو الإمام الشافعي، لابد، لأن الإمام الشافعي لما ذهب إلى مصر أخرج كتابا كامل اسمه اختلاف مالك، كتاب كامل أخرجه باسم اختلاف مالك. هل سقط الإمام الشافعي أو أسقط مالكا بما قاله؟ العدول هؤلاء، فهؤلاء هم العدول. هذا قول المتقدمين كما قلنا في مسألة العدالة، وبيناها وخلاصتها المسألة على الغالب، إن كان غالب الأمر الطاعة، وإن كان المرء على طاعة في غالب أحواله، وإن كان على ملازمة للعلم ومجالس العلم فهذا هو العدل. وأنا كما قلت لكم كلام ابن عبد البر لا يرد كلية ولا يقبل كلية، لأن ابن عبد البر أصلا ينقل المتقدمين، كل المتقدمين فيما يقولون، فهو يقول بأن من عرف بإيش؟ بالطلب، وكان ملازما لهذه الإخلاص في الصدق، الصدق في الطلب يظهر بذلك، ويستدل بقوله السلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وهم عدوله، وأيضا وصفان بصفات أخرى تثبت رصانة ما تبناه الإمام ابن عبد البر. إيش هي؟ قال ينفون عنه تحريف الغليل وتأويل المبطل وانتحال انتحال المبطل وتحريف الغليل. فإذا هو أصالة ليس طلابا للعلم فقط، بل هو رد على قامعا للبدعة ناشرا للسنة، قامعا للبدعة ناشرا للسنة. اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء يا رب العالمين. طيب هذه بالنسبة للعدالة، وبينا أصلها وفصلها ودقائق الأمر فيها. فنقول كيف تعرف العدالة؟ بقي نقول كيف تعرف العدالة، عدالة الإنسان، وتعرف عدالة الإنسان بثلاث. الأولى بالانتشار. إذا كتب الله له الشهرة بين أهل العلم ودرس أهل العلم، وكل يعني أهل العلم يعرفونه ويلقون عليه السلام ويبعثون عليه بالسلام، كما كان الإمام البخاري يقول لو علمت بأحد من أهل السنة في مشرق الأرض ومغربها لأرسلت إليه بالسلام لهم إلى خل. فإن أردت أن أهل العلم يثنون عليه خيرا ويرسلون عليه بالخير ويتكلمون عنه بالخير، الشهرة، اشتهر بين الناس أنه من العلماء، من النبلاء، من الثقات، وأنه من الحفاظ، فهذا الذي لا نبحث عن أحد يعدله أو نطلب أحدا يعدله. فالشهرة والاستفاضة كالإمام الشافعي، كالإمام ابن عيينة، كالإمام الثوري، كوكيع بن الجراح، كالليث بن سعد، كإمام الأئمة الإمام مالك، كالإمام ابن خزيمة، هؤلاء استفاضة العدالة تغنيهم على
شهرتهم تغنيهم عن السؤال عن حليب، تغنيهم عن سؤال عن حليب. الثاني بتعديل معدلين من أهل العلم. ابن الصلاح بعدما طرح ذلك من أقوال المتقدمين لابد من أن لو رجل خفي جاء ليطلب العلم أو جاء يتصدى ليعلم الناس فلا بد من اثنين يزكونه تزكية علمية، فإن كان فهذا العدل، هذا هو العدل. والخلاف بين العلماء لو عدله رجل واحد هل يقبل أم لا، والراجح الصحيح أنه يقبل، وهذا الذي رجحه ابن الصلاح في المقدمة، والراجح الصحيح أنه يقبل بتعديل معدل واحد. والثالث الاختبار، ثالث الاختبار، هذا بالنسبة للعدالة. يبقى إذن الشرط الثالث وشرط العدالة. الشرط الرابع هو شرط الضبط، لابد أن ننتهي عشان أخذنا طويلا. الشرط الرابع هو الشرط الرابع هذا ولا الرابع الضبط ولا الثالث الضبط. احنا بندخل الان على شرط جديد، الضبط. والضبط ملك في العالم او في الراوي يستطيع بها استحضار ما حفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون ان ينخرم منه حرف. ما لك فيه ضبط، لا يهم وان كان الحفظ خوان لكن لا يهم، هذا الضبط. والضبط ثلاثه، والضبط ثلاثه ام اثنان عندنا في مصر ثلاثه. ايوه نحن شيء خاص بنا طبعا، ضبط الكتاب، ضبط المنام، لا هو ضبط صدر، وهذا هو ارفعه واسماء، وهذا الذي يعني هم الذين حفظوا لنا العلم. وذلك بعض العلماء كان يقول لنا، يعني بعض مشايخنا كان لما نكلمه على حفظ العلم يقول ليس العلم الا ما دخل به صاحبه الحمام، لا يحتاج يدعو على الرف. تعرفون معنى ما معنى ذلك؟ ايش معنى ذلك؟ يعني في صدره علمه خلاص مستوعبه، هذا هو العلم، حفظ ضبط الصدر. وهذا فيه كسر الحمد لله، يعني لما ترى احمد بن حنبل ابو حاتم يجلس معه كان صعيقه في الحفظ، يخرج لابنه يقول ابوك يحفظ الف الف حديث، ابو زرعه اقصد، قال ابوك يحفظ الف الف حديث، قال وكيف عرفت؟ قال اعطيه الاسناد يعطيني المتن، اعطيه المتن يعطيني الاسناد. صواعق في هذا الباب. فهذا ضبط الصدر. الزهري يقول ما جلست مجلسا الا استوعبت ما قيل فيه، ما كتبت سوداء فيه بيضاء. وهذا قتاده يقال انه من نوادر حفاظ الدنيا، قتاده من نوادر حفاظ الدنيا، فهذا ضبط الصدر. وهذا اروعه، وذاك العالم النبيل هو الذي يكون عنده العلم مستوعبه في يحفظه. وحديث اقرا وارتقي فان منزلك مع كل ايه الظاهر فيها في الحفظ، الظاهر فيها في الحفظ، وإن كان بعض العلماء قال الحفظ والقراءة، والظاهر فيها في الحفظ، فالحفظ له ما له من المكانة في هذا الباب. لذلك كانوا يشترطون في مجالس العلم، لو شرطنا لو كتبنا الشرط هنا ستجدنا نكلم القلل، سنكلم القلل، ندرس للقلل ويكون فيهم الخير، يشترطون حفظ القرآن وحفظ المواريث. ما أحد يجلس في, 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 في مجلس التحديث ويكتب إلا أن يكون حافظا للقرآن متقنا لعلم المواريث. أسألكم في المواريث؟ ولذلك كانوا يقولون لو حفظت القرآن يقول نعم اجلس، تعلمت المواريث يقول لا اخرج تعلم المواريث تعال، ليكتتب في مجلس التحديث. خلاص معناها أنه في عصرين هذا منع العلم، فكانوا حفظه. والضبط الثاني هو ضبط الكتاب. فعن ضبط الكتاب ده، هذا ضبط الكتاب هو أن يضبط الكتاب ويقابله بأصل بالأصل الصحيح، وأيضا يحفظه من التلقين، من إدخال شيء عليه. هذا ضبط الكتاب. ويأتي في المرتبة بعد ضبط الحوزاك، العلماء يقولون ولو أتى حديثان راوي الحديث الأول ضبط صدر، وراوي الحديث الثاني ضبط كتاب، ضبط صدر يقدم. نعم، وإن كان البعض يقول ضبط الكتاب هو اللي يقدم لأنه أتقن، لأن الحفظ خوان والصحيح الأول.
الضبط الثالث هذا ضبط للمصريين. معناه انه مش شرط عندنا فقط. ها شوف 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 نحن الناس لنا تبع, فلا صح ان يقال انه معناه شرط عندكم فقط. لا لا لا, هو الضبط الثالث هذا اسمه ضبط هواء. ضبط هواء يدخل من هنا يخرج من هنا يجلس. وهذا كثير من الاخوه اللي تجلس العلم الان يجلسون يسمعون, فاذا خرج من الباب سلوا بما ختم الشيخ. والله رجل بركه, والله رجل بركه, وتكلم كلام من امتع ما يكون. بما ختم ماذا قال؟ كان بيتكلم في الدين. ماذا قال؟ هو فهذا الضبط الثالث هو ضبط الذي لا يعتبر. فضبط الكتابي وضبط الصدري في هذا الباب, والعلماء قالوا معرفة الضبط بالموافقة وبالاختبار. إذا وافق الثقات فهذا الضبط, وطبعا قد يوافق الثقات ويكون له بعض الأوهام كما يقال في بعض الرواة كالدراوردي, كأيضا كمحمد بن عقيل يقولون له أوهام. له أوهام ماذا بعد؟ ما من ثقة إلا وهو يهم, ما من ثقة إلا وهو يهم, صحيح؟ والوهم لا يسقط العالم, الوهم لا يسقط, لكن إذا كثرت المخالفة للثقات يسقط يطرق. لكن لو خالف وأكثر وغالب حاله موافقة الثقات هذا ضبط, وإن كان في ضبطه كلام, مفهوم؟ والثاني بالاختبار, كانوا يختبرونها في الضبط كما فعل يحيى بن معين مع الفضل بن دكين, وطبعا أخذ الرفصة العظيمة لما أدخل في كتابه من حديثه وقال الفضل الأحمد أما أنت فأورع, وأما هذا فأجبن, وأما أنت فيمنك فرفصه, وحتى أسقطه. فهذا ضبط الاختبار في الحفظ. من الاختبار ما حدث مع البخاري, وإن كانت القصة ليست صحيحة, قصة فيها كلام, لكن لفت الانتباه ما قاله الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر وهو يقول ليس العجب أن يعلم البخاري بقلب الأسانيد بالمتون, ده مش عجب. لما يأتي يقول له يأتي بالإسناد, هو طبعا قلب وضع متن الأول مع متن الثاني, والثاني جعله مع الأول, فهو يعلم. لما جاء الأول سرد 10 أحاديث قال لا أعرف, الثاني 10 أحاديث لا أعرف. طبعا العوام تعلمون العوام هوام, ماذا قالوا؟ قالوا من هذا؟ هذا البخاري هذا؟ هذا اللي تقولنا حافظ الدنيا؟ هذا لا يفقه شيء, ما من حديث إلى يوم الناس هذا يقول أعرفه, لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه, هذا جهل العوام. فالعوام لا وزن لهم, والوزن حق الوزن مع من؟ وإذا أردت أن تجرب هذا انزل مصر المحروسة وترى. خطيب فصيح بليغ تكلم بخطبة مرصعة بالألفاظ المؤثرة في القلوب بس قبل أن تخرج, هذا أعلم أهل الأرض, هذا الرجل من النبل ما هذا هو, ويرفعونه إلى السماء. العوام لا يفهمون شيء ولا يفقهون شيء. الحق الكلمة تأخذها من المتقن العالم فقط في هذا الباب. فالعوام قالوا على البخاري لا يفهم, فلما فطن العلماء قالوا تفطن الرجل علم بما فعلنا, اللي هو اللعبة اللي عملوها يعني بأن هم قلبوا له الأسانيد والمتون. فقال الحافظ وهذا ليس على البخاري بعجب, أنه يعرف المتون والأسانيد مقلوبة, هذا البخاري حافظ الدنيا. قال العجب كل العجب أنه حافظ العشرة لزيد بالعشرة لعمر, وعلم مواضع المتون لأسانيدها, فقال أما أنت فأسانيدك في المتون كذا, وأما أنت فمتونك لأسانيد كذا, وأما أنت أسانيدك لمتون كذا. فانبهر الناس حقا, وهذا اختبار الحفظ. فانبهر الناس حقا, وطبعا اختبار الحفظ كما اختبر الإمام الزهري اختبر مالك لما قال له يعني تريد اللحم خذ اللحم, قال ما أردت اللحم أردت الحديث, قال اجلس أسرد عليك فرد علي هذه الأحاديث, فإن رددت أخذت غيرها, فسرد علي أكثر من 25 حديث, قال رد علي ما سردته عليك, فسرد فمن خرم حديث. قال والله إنك لوعاء للعلم. فانشرح صدر مالك, ليش؟ الحديث. قال ما لما تجلس؟ قال أين الحديث؟ قال لا حديث. ما أنت قلت؟ قال لا حديث ومشى. لكن الغرض المقصود لما اختبره كان إيه؟ كان صاعقا. السؤال كيف وصلوا إلى هذا الضبط؟ كيف وصلوا بعد منة الله جل في علاه؟ وصلوا إلى ذلك بقلة المحفوظ مع كثرة الممارسة. لأن الإخوة يعني أنت ترى الآن عندنا إن شاء الله في مصر وأصبحت في المدينة أيضا وفي مكة إيش
مجلس حفظ القرآن في 30 يوما. 30 يوم حفظ البخاري في 10 أيام، والناس كلها تذهب الله أكبر، وأموال توضع والمجالس تعقد والدنيا كلها تخدم الذين سيحفظون القرآن في 30 يوم، وبعدها بعدها ب15 يوم ولا آية معه، ولا آية معه. يحفظ البخاري بعدها ب2 شهر لأنه ما بيطلب العلم، فبعدها ب2 شهر سلوا في أي حديث البخاري لا استحضار، ما جاء سريعا يذهب سريعا. وهذا ليس من فعل المتقدمين، اللي بيحدث الآن في مجالس حفظ القرآن في 15 يوما حفظ الأحاديث، كل ذلك لا يفيد. المتقدمون وأصلهم الزهري كان يقول وحفظي في اليوم والليلة لا أتعدى 3 أحاديث، 3 أحاديث بأسانيدها من صباح، من الصباح إلى الفجر، من الفجر إلى الفجر، يمارس بمراجعة الأحاديث 3 فيتقن هذا الأحاديث. فكان هذا كان هذا كان كان هذا الضبط القوي بسبب قلة المحفوظ وكثرة الممارسة والمراجعة له. لذلك أنا دائما يعني أنا عن نفسي بعض كنت سألت عن الشيخ محمد إسماعيل، يا له من عالم نبيل حفظه ربي، ما كان يعرفني، يعني أنا كنت دائما متخفي أخذ كتبي في حقيبتي وما أنظر لأحد، أجلس في المؤخرة، ما كنتش أجلس الأمام، العلل اللي عندي يعني لأكتب ما أريد من القاعدة، أنا ما بكتب وراء أحد، أنا بأخذ ما عنده من تأصيلات يركب الفرع على الأصل فيها. فقدر الله كنت أنا دائما المجالس كلها كنت أذهب إليها ماشيا، ما أركب ولو كان المشي ساعات، لا خلاص كنت أنا حقيبتي فيها أدواتي التي أريدها، ومن الصباح أنا غير موجود. يعني أنا حتى حصل جلسة بيني وبين أناس معينين بيسألوني وقتك أنت كنت فين؟ طب يوم الجمعة، قلت يوم الجمعة يعني الخطبة، بعد الخطبة إلى العصر فيها مجلس علم، في الليل ما فيش مجالس علم؟ قلت لهم لا. ليه خلص انت ده انت مش عايش اصلا طول الايام في مجلس علم؟ لا، ابحث عن مجلس علم يوم الجمعه. فقلت نعم والله، بس ماذا افعل؟ هم اوقفوا الدروس يوم الجمعه، فانا كنت يعني يومي كله لا اعرف شيئا الا طلب العلم. فقدر الله وكان يمشي بالسياره وانا امشي، فوجدت السياره وقفت امامي، وهذا موقف انا يعني لا انساه. هذه معنى انت اذا عشت مع ايامك التي كانت هي افضل ايام حياتك، تريد ان تترك الدنيا باسرها وترجع لهذه الايام ولا تعرف احدا ولا احد يعرفك ورب العزه. فكنت امشي وجدت سياره وقفت امامي، وانا ما يعني ما انتبهت لها، فوجدت نداء ما انتبهت، انا مين اللي عمل يقف السياره؟ ما اسمع لاحد، حتى يعني الله تعالى يعني لفت انتباهي بطريقه ما، نظرت فرجعت فنظرت مره ثانيه، يعني نظرت فانتبهت، لكن من هول الامر يعني رجعت على كاني لا مش هو، فرضعت مره ثانيه وجدته بيقوم ويفتح لي الباب من مؤدب جميل لادب راقي من عالم نبيل له ما له من العباده والديانه والاخلاق الحسنه وحسن التعامل مع العاصي قبل المطيع، رجل حقا رجل نبل، يعني نبل يغمر الانسان وميزان المرء الخلق، ميزان المرء الخلق. فدعاني انا ما اريد، دعاني ما اريد، لكن هو كان ذاهب الى الدرس والشيخ بيحاول في الدرس يعني يكون مركز، فقال تركب انت اين تذهب؟ تذهب للدرس؟ قلت له نعم. قال لازم تركب. ركبت فسلم عليه ورحب بها، وبعد ذلك لم يلتفت الي، هو يريد يسكتني لانه طبعا هو عارف لانه فعل ذلك لن يسكت، اللي جالس معه لن يسكت، وانا ما كنت احب، انا لست كثير الكلام مع احد. فهو بادرني وقرأ القرآن فتركته، طبعا ما استطيع اقطعه، انا الحمد لله طالب علم وفاهم ان انا طالب علم فسافهم من ذلك، فبادرني وقرأ القرآن فسكت، ما تكلمت معه في شيء حتى نزلنا، فاحسن الي فنزلت بعد ما انتهينا من الدرس. انا جيت امشي وجدت ترك الاخوه وجاءني، تعرفون لما؟ عشان كده اقول لكم الخلق النبيل يؤثر بل يكون محفورا في القلوب، تعرفون لما؟ كيف؟ جيت مع الشيخ، عشان جيت معاه، هي محاباه مش محاباه افريقي، تعرفون لما؟ ها؟ لا هذا ادخلنا وعكه، ما الغي هذا. نعم.
ما تعرفون لما؟ سكت وتراجي. ماذا حصل؟ ها؟ كيف قرأ أخطأ في القراءة؟ أخطأ في القراءة؟ يسأل أخطأ في القراءة؟ لا لا لا، سأقول لكم. الحق أنه جاءني سريعا لما؟ لأنه علم أنني ما دمت ركبت معه أكيد لي سؤال، فاستحيت أن أسأل لأنه بادرني بالقراءة. فلما تأدبت معه سكوتا قال لا أضيع حقه، هذا تفهمه من فعل النبلاء. فجاءني فسلم علي فنظر إلي طويلا حتى أتكلم، فقلت لي سؤال، قال تفضل. قلت له البلوغ في طلب العلم، ما أريد إجابة إلا لهذه. قال لأمري: حفظ القرآن أولا ليساعدك على الطلب، والثاني لابد أن تركز في قاعدة عامة عريضة في كل العلوم فلا تضعف في موضع، وبعد ذلك يأتي التخصص. تركته ومشيت، الناس كلها بتتكلم، تركته ومشيت في هذه النصيحة. ففعلت ذلك، فعكفت، كنت أنا في الجامعة، تركت كتب الجامعة بأسرع وأخذت المصحف وحقا يعني. لا أي نعم، فهذا الذي فعلته فعلى القرآن. لكن شوفوا، أسرعت جدا في الحفظ في مدة وليزة، لن أتكلم عنه في مدة وليزة، لكن عانيت ما عانيت في المراجعة، معاناة ليست بعدها معاناة، معاناة ليست بعدها معاناة. ولولا أن الله تعالى يعني يلهم الإنسان كيف يراجع في الصلوات وغير ذلك لكان الأمر عليه أصعب وأشق ما يكون. لذلك أنا لا أنصح أبدا بهؤلاء الذين يعقدون المجالس في سرعة الحفظ مع سرعة النسيان. كان محفوظ المتقدمين قليل، أو حفظ المتقدمين قليل من المحفوظ مع الممارسة والمراجعة في أكثر الأوقات. بهذا نكون قد انتهينا من درس المصطلح اليوم. يبقى لنا الشذوذ وأيضا العلة. طيب، إحنا لا سؤال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.